بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، إعلان منطقة القبائل جمهورية مستقلة والمطالبة بإدراجها بالأمم المتحدة لتصفية الاستعمار الجزائري. أنا يعني طلعت مشتج هذا حقيقة، نكون معكم يعني والله يعني أول مرة كنت سمع هذا الشيء، هذا يعني ما كنت فهموا إلى هذه الدرجة. هذا فوقاش وقع مارس 24 2022. هذا الراية ديالهم شنو قالوا؟ أخيرا تبعنا وسمعنا ما جرى وما حصل باعتراف إسبانيا بحقية المغرب في الصحراء المغربية، ونشوفوا حكام الجزائر كيف يرون هذا والإزدواجية في النظر. حكام الجزائر الداعمين للجمهورية الوهمية بوليزاريو التي انهارت هي وحكومة الجزائر بعد الاعتراف الدولي وتهافت الدول دولة بعد دولة، دول كبرى والأمم المتحدة لمغربية الصحراء. يعني كنشوفوا الجزائر تتشدق دائما تقول لك احنا ندافع عن الشعوب المظلومه لتقرير المصير. اوكي، وحنا كنشوفوا هنا شعب القبائل يطالبون رسميا بتصفيه الاستعمار الجزائري في الامم المتحده. يعني رسميا في الامم المتحده شعب جمهوريه اسميتها جمهوريه القبائل تطالب رسميا الامم المتحده بالاعتراف بها وتصفية الاستعمار الجزائري. إذن فهذا إذا كنت يا جزائر، ما نقصدش الشعوب يعني الشعب الجزائري، نقصد حكام الجزائر حكام العسكر، إذا كنتوا كتقصدوا وفعلا عندكم نية صادقة لمساعدة الشعوب المظلومة وكنتما ضد الاستعمار، فهذا شعب قائم بذاته وبأرضه وببشره وبإنسانه وبي يطالب رسميا الأمم المتحدة تصفية الاستعمار الجزائري. أولى أعطيهم حقهم تما قبل ما تتجهوا للجيران وتدافعوا على جمهورية وهمية اللي انهارت وانهار كل من يساعدها. إذا كنتوا معايا هذه ازدواجية ولا باللغة أخرى نفاق في الرؤية. كان رؤية الحكمة دبلوماسية حكيمة برؤية حكيمة وصلت قضية النزاع الصحراء إلى اعتراف دول كبرى وحدة مورا وحدة هذه الحكمة، الحكمة المغربية في النزاع المفتعل في الصحراء المغربية. وفيه من جهة أخرى فوضى في الرؤية، فوضى في الرؤية بلا ما نقولوا شيء كلمة قبيحة، فوضى في الرؤية كيفاش كتشوف قضية الصحراء المغربية، يعني الدفاع عن الشعوب المظلومة والدفاع عن الاستعمار. إذا كنت تدافع عن الشعوب المظلومة فهذا الشعب الأمازيغي هو القبائل جمهورية قبائل مستقلة. قرأوا في هذا اللي سميته إعلان منطقة القبائل جمهورية مستقلة والمطالبة بإدراجها بالأمم المتحدة لتصفية الاستعمار الجزائري. أنا يعني طلعت مشتج هذا حقيقة، نكون معكم يعني والله يعني أول مرة كنت سمع هذا الشيء، هذا يعني ما كنت فهموا إلى هذه الدرجة. هذا فوقاش وقع مارس 24 2022. هذا الراية ديالهم شنو قالوا؟ في خطوة أخرى وغير مسبوقة للتحرر من قبضة استعمار النظام العسكري الجزائري، شوف طالب فرحات مهني
رئيس حكومة القبائل المؤقتة بإدارة هذا الرئيس ديالهم، رئيس حكومة القبائل المؤقتة بإدراج منطقة القبائل باللجنة الأممية الرابعة لتصفية الاستعمار وتسجيل حكومة القبائل المؤقتة في قائمة الشعوب التي لا تتمتع بحق تقرير المصير. يا حكام الجزائر، إذا كنتو بغيتو تساعدوا شعوب في حق تقرير المصير، فهذا الشعب قدامكم ها كيغوت بالملايين حقته. وسبق لفرحات مهني الرئيس المؤقت لحكومة منطقة القبائل أن رفع العلم الوطني الرسمي لبلاده، اللي هو هذا العلم هذا اللي كنشوفوه هنايا، يعني البلاده كيقصد ماشي الجزائر، كيقصد جمهورية القبائل المستقلة، هادشي اللي كيقصد جمهورية القبائل المستقلة. شنو الأحد 11 أكتوبر 2015 طلب هذا الشيء هذا أمام مقر الأمم المتحدة في خطوة للتعبير عن رغبة شعب القبائل في التحرر من قبضة النظام العسكري الجزائري. ويطالب الرئيس مهني باستقلال منطقة القبائل التي تعيش منذ سنوات على وقع الاحتجاجات التي تقابلها السلطات العنصرية الجزائرية بانتهاكات وحشية لحقوق الإنسان، باستقلال منطقة القبائل الحالمة بالحرية في ظل دولة مستقلة متعاونة مع كل الدول المحيطة، مساهمة في تقوية اقتصاد ومكانة المغرب الكبير، دون أن تشكل عبئا جديدا على شمال إفريقيا المفككة بسبب المناورات السياسية والدبلوماسية الجزائرية. علي الموضوع طويل، اللي بغى يقراه يعني يشوف هذا الموضوع هذا. أنا ضد في الحقيقة تقسيم الدول، ضد تقسيم الدول إلى دويلات ضعيفة، أنا مع الاتحاد في الحقيقة، ولكن اللي جرني لهذه هي الازدواجية ديال حكومة الجزائر، حكومة العسكر في الدفاع عن اللي كيقولوا هما الشعوب اللي مظلومة. إلا كان واحد حداكم مظلومة، ها شعب حداكم كيغوت بالعداوة. ورّيونا فين الإنصاف، فين الحكمة هنا، فين الحكمة، فين وصلتكم هذه الحكمة هذه، وصلتهم إلى التفكك وإلى العزلة، يعني ذي كورنر دم ردوهم في الكورنر في القنت، قنتات الجزائر، حكومة الجزائر كان أقصد، يعني بالعشوائية وعدم الحكمة وعدم التركيز وما عارفين شنو يديروا، خبطة عشواء، ماشيين خبطة عشواء. وبالمقابل الدبلوماسية المغربية الحكيمة وصلت ونجحت قضية الصحراء المغربية وفهموها فهمها العالم، حتى إسبانيا اللي كانت متعنتة، اللي هي كانت مستعمرة المنطقة من قبل، اعترفت. إسبانيا أولى في الحقيقة باش تعرف ذاك الأرض ديال من، إسبانيا اللي كانت مستعمرة الصحراء اعترفت بأن للمغرب أحقية وهي صحراء مغربية. وماذا للجزائر؟ وماذا لأعداء الوحدة الترابية؟ ماذا لكم؟ ماذا تريدون من بعد هذا؟ الازدواجية في الرؤية، هي الحق ازدواجية، النفاق، النفاق يعني غير اللي صالح لي وصافي لي وهكذا. هادشي ما عندي ما نقول. الإخوة الكرام، إذا كان أي مداخلة ولا أي كومنت، مرحبا التحت، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو اليوم نتطرق إلى ما يجري بين حكومتي المغرب والجزائر. نحضر عقلنا ونحاول نفهم نقطة بنقطة. حكومة الجزائر احنا عارفين يحكمها العسكر، حكومة الجزائر حكومة عسكرية، بمعنى آخر حكومة عسكرية
وتتشدق بالدفاع عن حقوق الشعوب المظلومة. يعني اللي ما أخفى عليه هذا الشيء يفتح تلفزيون الجزائر ويسمع. وتصرفها بعدما اعترفت إسبانيا بالحق المغربي في الصحراء المغربية. لولا الجزائر تتشدق بحماية الشعوب المظلومة، هذه الازدواجية والنفاق، إذا كنت معايا نشوفه، شعب يعني من نقولوا الجزائر كنقصدوا به الحكومة، ماشي الشعوب. الشعوب احنا إخوة. هاد حكومات العسكر في الجزائر تقول لك احنا ندافع عن الشعوب المظلومة، اوكي، هذه يعني باش يحشيوها في المغرب، يحشيوها يعني احنا كندافع على الجمهورية الوهمية اللي يعني تزلزلات دابا، هي حكومة الجزائر تزلزلو بعد اعتراف دولي بمغربية الصحراء بالحكمة المغربية في هذا الموضوع. الجزائر